ونكمل مع سلسلة خلاصة الخلاصة. ومعنا دلوقتي مع مين؟ مع الإكس راي. سؤال الإكس راي سؤال مهم جدا، والإكس راي كنا بنجيبها عن طريق جهاز اسمه الكولج تيوب. الكولج تيوب كان عبارة عن جهاز فيه حتة كبر، وهنا عندي التارجت ماتيريال، ثم عندي فيلمنت متوصل بباتري، وموجود هنا الكاسود ماتيريال. كل الاستراكشر ده موجود في ايفاكيويتد جلاس بال، ومتوصلين هنا الاثنين بهاي دي سي فولتج. لما بيطلع الالكترون بتسخن، بتطلع من هنا الكترون نتيجه ايه؟ الثيرمو ايونيك افكت. الالكترون استخبط في التارجت ماتيريال، يطلع منها الاكس راي. ده ببساطه. وكان عندي هنا الكولينج فينس. لازم عشان اعرف احل سؤال الاكس راي افتكر ان الاكس راي سبيكترم كان نوعين. ايه النوعين دول؟ نوع اسمه الكونتينيوس سبيكترم، ونوع اسمه اللاين او السوفت والهارد او البريكنج. وهنا كان الكاركترستيك. طيب هنا لو سألني في الجزء ده السؤال يجي ازاي، هكتب لكم صيغة السؤال هنا عشان نعرف نجاوبه ازاي على الناحيتين. في الحالتين يا شباب، سواء اليمين ولا الشمال، سواء كان على ده وعلى ده، لو السؤال عن، هو هيطلب السؤال في حاجه من الاثنين، لا اما عن البوتنشال ديفرنس او يكون عن الفيلوستي. طيب في الحالتين دول اعمل ايه بقى؟ لازم افهم الفارق ما بين الاثنين. هنا في الحاله دي اللي بيتحكم في الكونتينيوس هو الدي سي فولتج. الاكس راي سبيكترم بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى عامل كده، شكله مميز جدا. الجزء العريض ده كله كان بتاع الكونتينيوس، اما الاماكن اللي في النص المميزه دي بتاعت الكاركترستكس. فهنا الانرجي بتاعت الفوتون اللي هيطلع في الكونتينيوس المساحه الكبيره دي بتعتمد على ايه؟ على الكاينيتيك انرجي بتاعت الالكترونز اللي طالعه تخبط دي. طيب الانرجي فوتون كانت ايكوال اتش نيو فوتون، وهنا الكاينيتيك انرجي كانت هاف ام في سكوير. استخدم دول مع بعض، او ان اتش في سي على ويف لينث فوتون ايكوالز في المقابل اي في بي. وكذلك البوتنشال ديفرنس بيعتمد عليه سرعه الالكترون اللي طالع، وسرعه الالكترون بتاثر في الفريكوانسي بتاع الفوتون بتاع الاكس راي او الانرجي. طبعا هنا الكلام كله على الاكس اي راي بس في الكونتينيوس. طب في الكاركترستكس هنا بقى تفرق. انا عندي دي الاخضر ده بسميها ايه؟ بسميها التارجت ماتيريال. التارجت ماتيريال هي اللي لما يخبطها الالكترون بسرعته يديني الاكس راي. هو هنا هيسالني على ايه؟ على الكاركترستكس ده او الخطوط دي ايه اللي بيتحكم فيها. فاللي بيأثر في الكاركترستكس حاجه واحده بس، ايه هي؟ الاتوميك نمبر بتاع التارجت ماتيريال، الماده اللي بستخدمها الاتوميك نمبر بتاعها ايه، ودي بديها سيمبل زد. في الحاله دي نعرف بقى ان كل ما الاتوميك نمبر يزيد، يعني استخدم ميتال ليه اتومز او الكترون كتير، ها انرجي بتاعه الفوتون بتاع الاكس راي اللي هتطلع هتبقى كبيره. ولما الانرجي تزيد اكيد الفريكوانسي بتاع الاكس راي فوتون هيزيد، وساعتها الويف لينث بتاع الاكس راي فوتون ايه؟ هيقل. يبقى هي دي الفكره. هنا انا بعتمد على نوع الماتيريال بس، هنا انا بعتمد على البوتنشال ديفرنس بس. طيب لو السؤال
كان في حاجة عن ال ايه بقى الافشنسي بتاعت الكولج تيوب او الاكس راي بيطلع او الالكتريك باور. يعني ممكن السؤال يكون بيسأل في الاكس راي عن الكفاءة بتاعت الكولج تيوب بتنتج قد ايه، او السؤال عن الباور. لازم نفهم ان بستخدم الالكتريستي، فالباور الالكتريك اللي بستخدمه بيعتمد على الايه، احنا خدنا في شابتر 1 في في الاي، بس خلي بالي دي تبقى بالفولت والاي تبقى بالامبير عشان ممكن تبقى ملي او كيلو او حاجه. خلاص كده. طيب كده هجيب الفولتج، فلازم اعرف ان الباور الالكتريك اللي انا جبته ده عباره عن ايه، الباور بتاع الهيت انرجي اللي هتطلع لان الجهاز ده بيطلع انرجي لوست كتير، بلس الباور بتاع الاكس راي. طب انا لو عايز باور الاكس راي هتروح دي بالماينس، يبقى ساعتها باور الاكس راي ايكوال الباور بتاع الالكتريك ماينس الباور بتاع الهيت. ده كل ده على الباور. طب لو السؤال كان عن الافشنسي نيجي هنا كده، لو طلب الافشنسي بتاعت الجهاز ايكوال دايما الباور بتاع الاكس راي على الباور الالكتريك تايمز 100، وطبعا ما فيش حاجه بتطلع بنسبه 100%. ده لو سالني اي سؤال عن الاكس راي في الجزء اللي فات، او لو سالني عن الباور والافشنسي، كل ده من شابتر ايه 6.